قربوا شوفوا لي على هالشوفه يلي ما بترحم. يا جماعه من دون مبالغه بتفكروها لحم ولا ما بعرف شو بدكم تفكروها او شو نكتها، لكن جدا جدا طيبه. هي الشغله بتعطينا هيك باذنجان من جوا خفيف طيب، مو غابب زيت ومقرمش كمان. هذا هو الغرام، شوف يا خالي، شوف الادب، شوف الادب. هلا بنجيب الباذنجان الموجود عنا. طبعا اذا بدكم تساووه شرايح مثل فيليه السمك بتجيبوا هذا الباذنجان اللي هيك بيضوي الشكل ومطبلج مثل ما بنقوله بالعاميه، واذا بدكم اياه مثل الكريسبي او مثل النجت او غيره بتجيبوا الباذنجان اللي هيك طوالي بهذا الشكل. معلومه سريعه، قال بيقولوا الباذنجان في منه انتايه وفي منه دكات. كيف يعني؟ بيقولوا هاي اللي العنقوزة تبعها وشو بتسموها انتو، اذا اجت كبيرة فمعناتها انتاي، واذا اجت هيك صغيرة ومبوزة معناتها الدكر. شو الفرق بيناتهم؟ انه الانتاي قال بيجي فيها بزر اكتر من الدكر، والدكر ما في بزر. فما بعرف هاي المعلومة صحيحة او لا، هيك سمعنا من اهل الخبرة، كتبونا انتو بالتعليقات وخبرونا عن هاي المعلومة. هلأ هيك منبلش تقشير بالباذنجان اللي عنا، ويا سلام ويا خالي. طبعا الباذنجان فيكن تقشروا فيكن تتركوه بقشروا، هذا الشيء اختياري، لكن انا بفضل دائما انه نقشروا، يعني افضل نطالعه فعلا نفس يعني الفيليه السمك او النجت او الكريسبي وغيره. طبعا هلا هاي منقطعها مثل الدوائر تمام، او اسطوانات او شو بتسمون، يعني خلوا سماكتها قد نص عدد اصبع، يعني لا تسمكوها كثير ولا ترقوها كثير بنفس الامر، يعني بتحطوا هيك تمسكوها على هذا الترتيب تمام، يعني بتحددوها بهذا الشكل. وهلا هي الباذنجانه منقطعها بشكل شرايح تمام، لكن شرحها كامله كبيره يعني من هذا الشكل. وهلأ طبعا بدنا نملحهم كتير منيح. ليش بدنا نملحهم ونتركهم شي نص ساعة؟ هاي الحركة شو بتساوي؟ هاي الحركة اللي بتخلي الباذنجان ما يغب زيت تمام، لما نملحهم بيطالع المي تبعه منه تمام. نتركه 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، بتلاقوا المي لحالها بلشت هيك تكب منه. هاي الشغلة بتعطينا هيك باذنجان من جوا خفيف طيب، مو غابب زيت ومقرمش كمان. هلا طبعا بنجي للخليط السائل، بنجيب هيك كاسة طحين من الموجودة عنا. طبعا فيكن تحطوا بيض، خليط سائل كرمال نلفكم فيه، فيكن تحطوا بيض لانه البيض يعني بتعرفوا لزج فبيحاول يمسك اكثر، لكن جماعة اللي ما بيحبوا البيض شو يساووا؟ يحطوا طحين. والتوابل انا حاترك لكم اياها اختياري، يعني حسب النكهة اللي بتحبوها. بالنسبة الي انا حطيت بابريكا حلوة وكزبرة يابسة وحطيت فلفل ابيض وشوية توم بودرة وشوية صغيرة هيل، فهذا الشيء اختياري، يعني فيكم تحطوا نص معلقة صغيرة بنص معلقة صغيرة بنص معلقة صغيرة حسب الرغبة او حسب النكهة اللي انتو بتحبوها. طبعا هلا بننزل عليهم بالمي تدريجيا، هلا بننزل باول كاسة والكاسة الثانية بننزل بالتدريج لنصل للقوام المناسب. القوام المناسب شو هو اللي بدنا اياه؟ بدنا قوام لزج تمام، لا هو سائل كثير ولا هو سميك تمام. هلا هذا القوام سميك. ننزل الكاستين كلهم. طبعا هلا هيك وصلنا لهذا القوام المناسب، يعني قوام السميك تمام، هذا اللي بيعطينا بيخلي يعلق معنا الطحين او البانجو او غيره على القطعه اللي بدنا اياها. طبعا انا بجهتي رح استخدم البانجو، فيكم انتم تجيبوا خبز يابس، فيكم كعك مطحون، انا من جهتي بقسماط او بانجو. طبعا فيكن تجيبوا خبز توست تيبسوه بعدين تبرشوه على المبشرة تمام، فبيطلع معكن حراشف بهذا الشكل. وهلا هيك شايفين قديش كب منهم مي تحت، تقريبا صار في شي كاسة شاي مي. هلا بنجيب اي شقفة مبلولة عنا، المبلولة شقفة ناشفة لك عمي،
منجيب شقفة ناشفة يعني عنا، ومنبلش ننفض هيك إذا في عليهم شوية ملح ونصفهم هون. هلا بناخد هيك نسكر عليها وبنعمل لها ضغطة خفيفة، تمام؟ ضغطة خفيفة يعني عصرون منيح هيك، هلا بتنشف 100% معنا. هي القوام اللي بدنا اياه المناسب، لا بغب زيت لا بيوجع المعدة ولا اي شيء. وهلا هيك بنجيب الخليط يلي ساويناه، بنمسك هيك اي قطعة باذنجان، بدكم تحطوا لها عودة، بدكم ملقط، بدكم باي شيء، بتعملوا لها هيك اللكة العجيبة، تمام؟ بهذا الشكل. بس هيك طلعت معنا بنصفيها هيك شوي بهذا الشكل، وعلى البقسماط او البانجو فورا يعني. نعمل لها هيك كبسة صغيرة من قيمة، بنروح هيك الباقي الاطراف من عليها. شايفين كيف طلعت معنا هيك؟ بهذا الشكل بدنا اياها على هذا الترتيب، يا سلام. هلا بنجيب مقلاية الزيت تبعنا ومنبلش قلي يا خالي، بسم الله، منبلش من الزيت. بسم الله. هلا يا عيني استوى الرزق يا خالي، ولا هيك بنسحبهم بهذا الشكل. السلام على النغم. واستوى الرزق يا خالي، واستوى الرزق يا قلبي. قربوا شوفوا لي على هالشوفة يلي ما بترحم، هي فيلة وهي ناجت، حدا بيصدق انه هدلول التنتين من الباذنجان؟ ساويت لكم اياهم من الباذنجان، شوفوا الطريقة وادعوا لي عليها وخبروني برأيكم. وهلا خلونا هيك ننزل مع بعض، ويا سلام يا سلام على الغرام. بسم الله، بنمسك هيك هذا الصحن. طبعا انتو فيكن تاكلوها بشكل اختياري، بنمسك هيك حبة مثل هاي وبنعمل لها هيك. لك قرب قرب يا خالي ولا تستحي، واعمل لها هيك وبسم الله. اللي بيستحي وقت الاكل ما بياكل بحياته، واعمل لها هيك بالمايونيز. يا جماعة من دون مبالغة بتفكروها لحم ولا ما بعرف شو بدكم تفكروها او شو نكتها، لكن جدا جدا طيبة وبتغنيكم عن كتير اكلات. ساووها وبتدعوا لي، شوفوا لي على هالقطعة الفيلة يلي ما بترحم، تمام؟ وساويت لكم جنب الطراطور، تعملوا لها هيك. هذا هو الغرام، شوف يا خالي، شوف الادب، شوف الادب. ما فيها ولا نقطة زيت وطيبة كتير، وما فيها طعمة باذنجان، يعني طعمة دسمة وطيبة ومقرمشة جدا جدا جدا. ساووها وادعوا له للشيف بلال، وإذا عجبتكم هيك وصفات لا تنسوا تشاركوا المنشور وتحطوا اللايك كرمال نستمر معكم بالأفضل. فكان معكم الشيف بلال، سلام.